أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سفن النجاة وعين الحياة من طهرهم الله بنص كتابه المبين، وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. نستمر في هذه الأبحاث القرآنية. تكلمنا في القسم الأول عن المعجزة العلمية في القرآن والمعجزة البلاغية، ثم تطرقنا إلى بعض أولئك الذين حاولوا أن يردوا على بلاغة القرآن، وعلى أولئك الذين قالوا بوجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم، وبينا وجها من الوجوه التي يمكن من خلالها الرد عليه. أما في القسم الثاني فسوف نبحث في مسألة القرآن، هل هو كتاب حرف أم أنه حفظه الله عز وجل من التحريف؟ طبعا هذا اتهام، أو من أبرز الاتهامات التي يتهم فيها أو التي يتهم بها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هي أنه أنتم تؤمنون بأن القرآن محرف. هكذا يحلو للبعض أن يعلم أبناءه وأن يعلم العوام عنده أنه الشيعة الرافضة الكذا يؤمنون بأن القرآن محرف. فنحن إن شاء الله سوف نبدأ الليلة في الكلام عن هذا الموضوع، هل أن القرآن محرف؟ ما معنى التحريف؟ وثم نتكلم في الليالي القادمة عن الآراء الموجودة عند سواء الشيعة أو أهل العامة ليتبين لنا الحق. التحريف في اللغة يعني التغيير والتبديل، فكل تغيير وتبديل حتى وإن كان من موضع إلى موضع آخر يعبر عنه بأنه تحريف في اللغة. أما في الاصطلاح فالتحريف هو أن يتصرف الإنسان بما نزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا القرآن، إذا جاء إنسان ما وغير فيه وبدل فيه يعتبر تحريفا. والتحريف على نوعين، تارة يكون التحريف في معنى الآيات التي نزلت فيسمى بالتحريف المعنوي، وتارة يكون باللفظ من خلال مثلا زيادة آية، ما أن ينقص الإنسان حرف ما من القرآن، هذا يعبر عنه بالتحريف اللفظي. أن بمسألة التحريف المعنوي من الواضح أن كل شخص من أهل القبلة لديه عدة تفسيرات للقرآن الكريم، يعني لا يوجد حتى ضمن المذهب الواحد تفسير واحد للقرآن، هناك عدة تفسير. هذا أمر واضح، يعني لا يحتاج إلى بيان، وليس مكان شبهة، إنما مكان الشبهة هو بالأمور اللفظية أو بالتحريف اللفظي للقرآن. ما نؤمن به وما نتعبد الله عز وجل عليه أن القرآن هو كتاب محفوظ من قبل الله عز وجل من التحريف، هذا ما نؤمن به وما نتعبد الله عز وجل عليه.
وما بين أيدينا اليوم هو نفس الكتاب الذي نزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله دون زيادة أو نقصان في اللفظ. هذا ما نؤمن به كعقيدة، كعقيدتنا، كعقيدة لنا، هذا ما نؤمن به. طبعا الآن يأتي البعض يقول والله هذا تقية، أنتم تقية تقولون ذلك. لا، نحن يعني على الأقل في المكان الذي نحن فيه الآن لسنا على خوف من أحد، يعني لا نخاف من أي داعش يأتي، ولا نخاف من أي قوة تأتي وتقول لنا والله ليش قلت أن القرآن محرف. لو كنا نؤمن بأن القرآن محرف لقلنا ذلك، بالعكس يعني لو قلنا ذلك لا جاءنا الدعم من المكان الذي نعيش فيه. لأنه بعض الجهات تحب أن تضرب الإسلام، ونحن لسنا في موقع التقية ولسنا في موقع الخوف. وبكل صراحة نقول ما نقرأه وما بين أيدينا هو نفس القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وروح هذه مساجد الشيعة، حسينيات الشيعة، القرآن الموجود فيها، طبعات القرآن معظمها يعني مطبوعة في الكيان السعودي، واضح يعني قليل جدا ما تجد طبعة غير يعني لم تطبع في تلك البلاد. فإن كان محرفا فأنتم الذي حرفتموه، لأن هذه الطبعة طبعتكم. على كل حال نحن سوف نحاول أن نذكر بعض الأدلة على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. أولا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا البعض يقول أن هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر تعني الوحي، والمقصود بالحفظ وإن له لحافظون مسألة حفظ الوحي الذي ينزل من الله عبر جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو من الله مباشرة إلى النبي على قلبه. فيقولون هذا لا يعني سلامة القرآن من التحريف، بل يعني سلامة الوحي الإلهي من التحريف قبل وصوله إلى النبي. جيد، هذا يعني إشكال لا قيمة له، لأن الآية فيها عموم، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل الوحي ويشمل كتابة الوحي ويشمل الكتاب الذي فيه الوحي وهكذا. البعض مثلا قال أنه لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا هذا يعني أننا نحفظ النبي صلى الله عليه وآله وليس القرآن. كمان هذه لا دليل عليها. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المقصود فيها هو القرآن الكريم، لأن الوحي يعني بنزوله، لن أقول من خلال واسطة الملك جبرائيل إلى النبي، لا يحتاج إلى مثلا إلى أن يحفظ، لأنه مثلا ينسى الملك يعني معقول جبرائيل والله ينسى كم آية ويوصل، أو معقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم مثلا والعياذ بالله بعض الآيات، عارف كيف؟ فواضح أنها تشير إلى القرآن الكريم. ثم أن الله عز وجل من حكمته وعلمه وقدرته شاء لهذه الأمة أن تكون الأمة التي ترث الأرض وما عليها، وشاء لهذه الرسالة، الرسالة الإسلامية، أن تكون الرسالة الخالدة، أن تكون هذه الرسالة هي الرسالة الخالدة. وبالتالي فالكتاب، كتاب القانون لهذه الأمة لابد أن يخلد، وإلا يصبح هناك إشكال. إذا شئت أن تكون أنت هناك أمة ما نظام معين، نظام يحكم العالم في المستقبل، هذا يعني المستقبل، النظرة الإسلامية للمستقبل أن الله سوف يعطي هذه الأرض وما عليها لأهل الإسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب هذا المنهج، هذه الأيديولوجية لها قانون، هذا القانون هو القرآن. ف
فإن كان محرفاً يصبح هناك مشكلة في الرسالة، يصبح هناك مشكلة في الرسالة، فلا بد أن يحفظ قانون هذه الأمة وقانون هذا الدين وقانون هذا المنهج الذي نتبعه، وإلا يصبح هناك إشكالية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن الله عز وجل بحكمته وعلمه وقوته وقدرته ضمن لنا أنه لن يأتيه الباطل، فهذا دليل أول على عدم التحريف في الكتاب. الدليل الثاني على عدم التحريف هي آيات التحدي. عندما تكلمنا عن الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، قلنا أن الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وآله بمعجزة البلاغة، كانت معجزة عقلية تختلف عن المعجزات الحسية التي جاء بها الأنبياء. هذه المعجزة مستمرة والتحدي الموجود مستمر حتى يومنا هذا. فمثلا عندما يقول الله عز وجل: قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي ما زال قائما، وإذا نحن افترضنا أن هناك تحريف وقع في الكتاب يعني أن هذا التحدي زال. أنت كيف تريد للناس أن تأتي بشيء مثل القرآن وهذا القرآن محرف؟ طبعا كإشارة على الآية الأولى نسيت أذكركم إياها، لما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، البعض قال أن هذه الآية هي محرفة أصلا، أنه جاء البعض وزاد هذه الآية في القرآن حتى شو حتى لا يشك الناس بتحريفه. يعني كيف هذا؟ يعني كمان الذين مثلا يريدون أن يوصلوا الأمور إلى هذه الدرجة يقول هذه الآية التي تستدلون عليها على عدم التحريف هي محرفة أصلا، ليست من القرآن. هذا منهج سفسطائي يسموه، سفسطائيين يعني، واحد يصير يفوتك من بالحياة بدون ما تشعر. الذي لا يريد أن يؤمن، والذي لا يريد مثلا أن يذعن بالآيات القرآنية، والذي يرفض مثلا آيات الروايات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم، فلا مجال لإقناعه واقعا إلا عن ناحية عقلية مثلا تبحث معه إذا شاء. طيب هذا الدليل الثاني. ثالثا، هناك الحديث المتواتر. طبعا لأنه إذا بده يرفض الآيات ممكن نأتي له بما تواتر من روايات. هناك حديث متواتر بين الفريقين، بين الفرقة الحقة وبين أهل العامة، يعرف بحديث الثقلين. وورد طبعا هذا الحديث باختلاف يسير بين الرواة، ونحن نكتفي بذكر مصدر واحد له حتى لا يعني لا نطيل بذكر كل المصادر، نذكر مصدر واحد جاء عن طرق أهل العامة. طبعا هذا حديث متواتر عندنا في كتبنا، بل يعني يجب علينا أن نكتب هذا الحديث بالذهب لأهميته، ولكن نحن نذكر عن طريق أهل العامة المصدر حتى تكون الحجة عليهم أبلغ وأقوى، ولعل البعض منهم يتعظ من هذا الحديث الذي أورده أو أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثالث صفحة 17 عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، لأنه هذا حديث ثقلين حدث قبل ارتحال النبي صلى الله عليه وآله يعني في حجة الوداع، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني بهما أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف
تخلفوني فيهما. وأي تخليف خلفوه في العترة صلوات الله عليهم، أي تخليف ما تركوا منهم إلا مقتول أو مسموم أو مشرد هكذا. يعني هذه الأمة عندما تقف غدا قرب حوض الكوثر وترى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف تلقاه وقد أوصاها بأن تحفظه في عترته. على كل حال هذه ليس يعني موضوعنا عن القرآن. فهذا الحديث يدل على عدم تحريف القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يطلب منا أن نتمسك بالقرآن، فكيف يطلب منا أن نتمسك بشيء محرف؟ هذا يعني لا يصح أن نؤمر بأن نتمسك بما هو محرف أو بما سوف يحرف. رابعا، قول النبي صلى الله عليه وآله، الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في الكافي الشريف: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. يعني بكل صراحة يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما يوافق الكتاب، ما يوافق القرآن خذ به، ما يخالف القرآن رده. البعض قد يقول أنه نعم هذا حديث صحيح، ولكن نحن لا نقول أن القرآن كان محرفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل القرآن حرف بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. والنبي صحيح هذا يقول أنه تمسك أرجع إلى القرآن، أرجع كل الأمور إلى القرآن، لأنه وقتها لم يكن القرآن محرفا، ولكن بعده بعد شهادته حرف القرآن، انتهت يعني انتهت هذه الروايات وراح الإعجاز. الجواب أنه لدينا في بعض الروايات التي أيضا هي تواترت بين الفريقين ما يشير إلى خلاف ما ذهب إليه البعض. مثلا هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله: ستكثر من بعد الكذابة، يعني هناك أناس سوف يكذبون علي فيما بعدي، سوف يكذبون علي في نقل الأحاديث، في تأليف الأحاديث. يعني واحد يكون مثلا 3 سنوات 4 سنوات مع النبي ينقل لك 100,000 حديث، هذا كذاب يكون. صحيح أنه ألهم من رسول الله، أو أن النبي المد عباءته عليه وما بعرف طلع من النبي على عباءته فأصبح أبا هرة من المحدثين ومن الذين يؤلفون الأحاديث. منين جبت هذه الأحاديث؟ غريب. فالنبي يقول ستكثر علي الكذابة. طيب ما الحل؟ قال: فاعرضوا كلامنا على القرآن، يعني قوموا بعرض كلامنا على القرآن الكريم، فإن وافق القرآن فخذوا به، وإن خالف القرآن فإنه زخرف واضربوا به عرض الحائط. بعد أوضح من الكلام هون ما فيهم يجي يقولوا والله النبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن حياته، لا، أنه يقول ستكثر علي الكذابة بعدي. صحيح؟ ستكثر من بعد الكذابة الذي أعطاه علم الغيب وأخبره بأنه سوف يكون هناك من يكذب عليه، من باب أولى كان يجب أن يعطيه العلم بأن القرآن سيحرف. صحيح؟ وإذا لم يكن لديه هذا العلم، وإذا لم يذكر هذا الأمر، إذن لن يحرف القرآن. ولا يطلب منا النبي صلى الله عليه وآله أن نرجع ما نؤمن به وكل ما يأتي من كلامه من القرآن إذا كان محرفا، لأنه ذلك يلزم التكليف بما لا يطاق. وقد ورد هذا المعنى أيضا في حديث صحيح
عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، والله سمعت حديث عن أهل البيت يقول كذا وحديث آخر يقول خلاف هذا الحديث، ماذا تأخذ؟ قال: فاعرضوهما على كتاب الله، يعني عودوا بالأحاديث إلى القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. يعني منهج واضح في ذلك، مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وضع لهذه الأمة استراتيجية علمية عملية حتى تنطلق في حياتها في المستقبل. قال لهم: أي شيء يأتي عودوا به إلى القرآن، هذا كتاب القانون الموجود عندكم. مثل الآن في أي بلد، أنت حتى تأمن على نفسك وتضمن حقوقك وتضمن أنك تعيش بأمان، لابد لك من أن تعرف القانون، صحيح؟ لابد لك أن ترجع إلى كتاب القانون. أهل الإسلام لديهم كتاب القانون اللي هو القرآن، إذا في تحريف مشكلة، مصيبة واقع، ليؤمن أن في القرآن تحريف، يعني لديه مشكلة كبيرة، لأنه ماذا يتبقى لديه؟ إذا بس الأحاديث، ما الأحاديث كثير منها يعني فيها إشكالات، وقد قام الأعداء بمثلا وضع أحاديث في كتبنا تضر بنا أو تضر بأهل البيت عليهم السلام، حتى تعرف أنت الحديث الصحيح من الحديث السقيم، حتى تميز مثلا الأحاديث الإسرائيليات الموجودة في الكتب، لابد لك من مرجع، وهذا المرجع هو القرآن الكريم. طيب، خامسا، الدليل الخامس والأخير حتى لا نطير نروح على قراءة القرآن، هو اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بتعليم القرآن للناس. يعني ما نزلت آية أو سورة إلا وقام النبي صلى الله عليه وآله بتعليمها للناس، وبالتالي كان هناك عدد كبير من المسلمين الذين حفظوا القرآن، كانوا حفاظا للقرآن الكريم عبر العصور، حتى بعد النبي صلى الله عليه وآله استمرت، وحتى يومنا هذا هناك عدد كبير من الناس يحفظون كتاب الله عن ظهر غيب. هذا الحفظ يمنع أي تحريف للقرآن الكريم، وهناك شواهد كثيرة تاريخية، نذكر منها شاهد واحد. ورد مثلا، حتى أذكر المصدر لأنه ممكن يكون فيه حساسية، لازم نذكر المصدر، في الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 32، ورد أن عثمان بن عفان لما أراد أن يسقط حرف الواو من الآية، لما كان مجمع القرآن وصل لعند هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم من سورة التوبة الآية 34، تقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عثمان بن عفان إجا شو؟ أراد أن يزيل الواو من والذين يكنزون الذهب والفضة، فبتصير المعنى شو؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب والفضة. فبصير الذين يكنزون الذهب والفضة لمن تشير فقط؟ إلى الرهبان، صحيح؟ فهو بدوش يكون في هذا الواو لحتى تصير تشير لغيرهم، وبالمناسبة هو لديه حساسية من هذه الآية، خصوص هذه الآية لديه حساسية، لأن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه كان دائما في حرب علنية ضد عثمان بن عفان، يمرق أمام القصر يشوفه بالشارع، وإما يشوفه ماذا يقول له؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان يحارب بهذه الآية، لأنه هو كان خير مثال
لتلك الآية أو لهذه الآية، فكان عنده حساسية منها. جيد، فحاول يشيل الواو حتى تصبح مخصوصة بمن؟ بالرهبان. فقال له أبي بن كعب: لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي. إنه قال له بتحط للواو أو بتطلع سيفي وبقطع لك راسك. فبعد ذلك ألحقوها. هذا شو حرف؟ جيد، حرف واحد. كان هذا الشخص على استعداد أن يقوم بحرب لأجل أن يوضع. هذا دليل على عدم إمكانية وقوع التحريف في القرآن الكريم، وأن القرآن هو كتاب سلم أو سلمه الله عز وجل من التحريف، وقد حفظه الله لنا. إن شاء الله نكمل غدا في هذا البحث، بحث تحريف القرآن. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.